حسين علي هاي من الحالات يعني وقفنا وقف بأقل تقدير. بأقل تقدير يفترض أنه عملية المساندة وعملية التحرك بالمساحات لم نشاهدها، لذلك اضطر حسين، وحسين طبعا أنا أعتقد أيضا تصرف وتصرف عشوائي، بأقل تقدير أنه يحتاج صبر، لا يمكن أن تلعب الكروس مال السبعينات وبهذه الطريقة. لذلك بأقل تقدير يكون شوف بشار، زيدان، بايش، بايشنا، كل بهاي الجهة، وبالتالي أنا أعتقد هيكلة الفريق لم تكن بالهيكلية المنطقية الممنهجة، لذلك فريقنا بصراحة عانى وسيعاني إذا ما استمر بهذه الطريقة ولم يجد الأسلوب المناسب بأقل تقدير الوصول مرمى المنافس. الكرات الخطرة كانت لصالح منتخب أندونيسيا. أستاذ علي، بداية الاستوديو قلت لك يعني بداية كلامنا قلت لك الفريق الأندونيسي من أفضل الفرق اللي يلعب بالأرض حتى بالمباراة الأولى، خسران 5-1 وشفته يبني من الخلف، هسه اعطيني 45 دقيقة 47 دقيقة ويا الوقت بدل الضاع، شفت المنتخب الأندونيسي لعب كرة طويلة عشوائية؟ ما لعب. كل الكرات الطويلة أنت يمكن شفناها بالمباراة، كل الكرات الطويلة اللي لعبها كرات شخصية، تلقى الإسناد وتلقى المحطة وتلقى اللاعبين اللي يجون من الخلف هم الزيادة العددية لهم. كل الكرات اللي لعبوها بالأرض يبنون من حارس المرمى بالخلف كلها بالأرض، عكس ما احنا يمكن اكو لقطة تكلمنا بها انا وكابتن سعد، اكو كرة صارت فاول لأحمد يحيى الشوط الأول دقيقة يمكن من 35 إلى 40، مشى بالكرة دي يريد يلعب بالأرض، زيدان إقبال سوى فاول، المدرب صاح عليه وقال له انه تلعب الكرة إلى الأمام لا تلعب الكرة، هذا أسلوب مدرب، المدرب يتحمل هو الأداء داخل الملعب. شفت أنت يمكن المنتخب الأندونيسي ما شفنا لعب الكرات الطويلة نفس ما لعبناه احنا من ريبين سولاقة أو من أحمد يحيى ومن حسين علي، الكرات الطويلة أيضا حتى لاعبين الوسط، فريق منظم، فريق أنت ما يعني ما حد يتوقع أنه هذا المنتخب الأندونيسي نفسه اللي غلبناه المباراة الأولى 5-1 بهذا الأداء وهذا الرتم وهاي السرعة وهذا الضغط. منتخبات دا تتطور، منتخبات دا تعمل على نفسها، منتخبات دا تريد تشتغل للأمام، يعني عندهم استراتيجية. شوفوا هذه الهجمة كابتن وخطورتها من منتخب أندونيسيا،